الشجاعة التوقيت الأول كرة ترسل عالية ومن جديد من جديد من جديد متعود شكله متعود مجد الصديق متعود متعود مجد الصديق في هذه الكرة في هذه الطريقة عيدها وشوف عيدها وشوف كيفية الطريقة أكيد البحث عن الرؤوس البحث عن الأرجنتيني البحث عن الفرنسي كرة تلعب لصالح نادي الشمال خطيرة تلعب متعود محاولة لصالح نادي الشمال خطيرة لازالت تسديدة أوه على الكرة الماضية عادت الكرة لازالت لصالح نادي الشمال العرضية من فهد وعد خطيرة من فهد وعد الله يا لؤي الله يا لؤي ياسين بابو رأسية رائعة ولكن لؤي عاشور يبعد الكرة الماضية شوف الأولى ضاعت تسديدة أوه الثاني كان قريب الثاني كان قريب جدا للأهلي حارس المرمى ما لمس ما لمس لؤي شريف لكن كرة يزن انعمات مر اللاعب اتشيلي يلعب على طول قوية جدا يا سلام يا لؤي يا سلام يا لؤي النهارده لؤي بيعمل مباراة كبيرة جدا جدا موفق عوض بيتصدى بالبوكس هو لؤي بردة فعل أجمل لؤي بردة فعل أجمل بعد ضربة الله لو هدف عالمي لو هدف راح يكون عالمي من الخبرة من الأسطورة من التاريخ من العراقة من الحضور من التواجد مجد الصديق كرة لمسة من جديد تباتا عدى الثاني الله 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 على تباتا أو على المحاولات يستمر على دور الهجوم وتستمر البينيات الحاضرة والثغرات في دفاعات نادي المرخية نعم تستمر عزيزي المتابع تستمر شوف لعبة سانتي يستمر عدى أكرم مر أكرم بشكل جميل سدد كرة جميلة الله 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 على لعبة أكرم وعلى محاولة أكرم سدد كرة جميلة أكرم مع طارق النايم حاجة تانية وهذا الرابع برضو لؤي مش ممكن يا لؤي مش معقول ما يقدمه لؤي من انفرادات وتوقيتات هنا ما كانش يسدد كرة أرضية لؤي شريف هذه المرة يتعمق في الإبعاد ولؤي شريف عاشور يبعد الكرة الماضية بشكل مثالي كرة الجاسمي ومرغد السن لؤي شريف قوية تعثر جاسم الشرشري في اللقطة الماضية كان بالإمكان أفضل أن يصل كرة يزن عيبان إلى لؤي شريف زهرات ياسين أرسلها راسية سهلة لحارس المرمى لؤي شريف عاشور إلى ما باتجاه حسن لعبة محاولة يا سلام في الكرة الماضية ورائي موجودة على بغداد بوجاح أو هي على حسن هيدو لعبة محاولة إلى مصعب بعرضية يا عيني على كرة بغداد في اللعبة الماضية لكن عودة
للخط الخط الخلفي من قبل ياسين يعقوب. يفضل حارس المرمى لؤي شريف عاشور بدورة تمريرة حاضرة باتجاه خالد رضوان. خطأ ممنوع أيضا أيوب عزي. We'll be right back.
يتصدى الكرة الماضية. سين البخيت يلعب كرة إلى الأمام محاولة ولكن لؤي الشريف يبعد الكرة تلعب بشكل سريع. ياسين 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 ولكن الله يا لؤي الله يا لؤي 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 عاشور. وبالعودة إلى الخلف للاعب جون بنسون جون بنسون إلى حارس المرمى لؤي الشريف لؤي يصل تصل كرة ياسين 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 ولكن لؤي الشريف والدفاع ودفاع المرخية شوف الإعادة شوف الإعادة شوف الإعادة شوف أوه في ركلة جزاء ولا لا وصال خالد عبد الروف يلعب كرة إلى روخو 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 ولكن حارس المرمى
كرة خطيرة للغاية تلعب الآن. لكن الكرة تبعى من جانب الدفاع تعود مرة أخرى، التسديد قد يأتي من هذا المكان. العكسية عالية فوق، برافو يا لؤي، برافو لؤي شريف عاشور. هذا ما حدث، لكن هنا لدينا الآن هدف الأول، الهدف الأول. الله يا على هذه الكرة التي أضاء. Somehow